نحتاج أحياناً إلى محبة الآخرين أكثر من حاجتنا إلى مالهم أو هداياهم. يمكن لجوعنا أن نشبعه أو لعطشنا أن نرويه، لكن الجوع إلى قلوب تحبنا وتهتم لآلامنا لا يشبعه إلا قلوب معطاءة تفهم أن العطاء لا يكتمل إلا إذا عرفنا كيف نضع أنفسنا في خدمة الآخرين. مجرد إعطاء المال ليس بهبة كافية، هم بحاجة إلى قلوب تحبهم وتحضنهم وأذان تصغي إلى ألمهم وحزنهم. فلننشر الحب في كل مكان نقصده. نحن هلأ بالأسبوع الثاني لقلنا بالأردن، وبهالحلقة رح نتعرف على الطفل حمزة. خلينا نسمع سوا قصته. حمزة كيفك اليوم؟ الحمد لله. أنا جاي أتعرف على قصتك وتخبرني عن عائلتك وعن أصحابك وعن أي مدرسة بتروح. ميفق، أنتوا كم شخص بالبيت؟ أنا وإخواني وأمي. كم أربعة. أنا أخوان اثنين ثلاثة أمي وأنا أربعة. أوكي، يعني أنتوا أربعة مع والدتك. عندك خيين، يعني أنتوا ثلاث صبيان بالبيت. شو أسميهم إخواتك؟ عمر وهاشم وحمزة. أنا حمزة بالأول الكبير، بعدين عمر، بعدين هاشم. بعدين هاشم. قدي عمره هاشم؟ سبع سنين. سبع سنين، يعني كان كتير صغير وقت توفى والدك. قدي كان عمره؟ 17 يوم. قدي؟ 17 يوم. 17 يوم؟ اوكي. وعمر؟ عمر سنة وشهرين. كمان كتير صغير، يعني هني ما بيتذكروا والدك ابدا، انت بتتذكروا. انت قدي كان عمرك؟ سبع سنين. سبع سنين، واليوم عمرك 11 سنة. بتتذكروا منيح؟ انا يعني ما بتذكروا منيح منيح. تقدر توصفه مثلا كيف شكله؟ كيف شكل وجهه؟ اوصف لك اياه؟ ايه بصف لي اياه. كان نحيف وطويل شوي. اوكي، ووجهه ولا اسمر ولا ابيض مثلك؟ وسط هيك. اوكي، وشعره؟ شعره مش طويل. مش طويل. شو كان مرضه البابا؟ كان يغسل كلى. كان يغسل كلى، يعني كان يقضي وقت طويل بالمستشفى. كنت تروح تزوره بالمستشفى؟ كل فترة وفترة. وآخر وقت قديش بقي بالمستشفى بس مرض كتير كتير قبل ما يموت؟ كنت 17 يوم. طب 17 يوم؟ بس رحت زرته؟ رحت. بروح على قبره كل عيد. بتروح على القبر كل عيد؟ كل عيد. بتروح بتعيده؟ شو بتقول له؟ بقرأ على الفاتحة وبدير على قبره مي. تحكي معه شيء؟ لا، بقول له بس الله يرحم وخلص. نضل قاعدين عنده ونروح. انت ومين بتروح؟ انا وامي واخواتي. واخواتك كمان؟
اخواتك لانه ما بيعرفوه بيسالوك اوقات اشي عنه؟ اخواتي شو بيسالوك؟ سالوني وين، كيف كان يلعبك وكيف كان شكله وكيف كان يلعبك كثير. شو بتتذكر شي كان يعمله هيك البابا اكثر شي؟ لعبني. يحملك على كتافه؟ لما سالتني ماجي عنه زعلت عشان كان ايام زمان يلعب واشتقت له كثير. خبرتنا الماما انه انت كثير بتساعدها. شو بتعمل؟ كيف بتساعدها؟ بشطف البيت، بجلي معها هيك. بتخفف عليها يعني؟ هي تعذبت كثير اكيد وحده هي عم تربيكم، ما هيك؟ صح. واخواتك هلا بيساعدوك؟ اخواتي بيساعدوني. حمزه اللي عمره 11 سنه بيعطي بسلوكه شاب عمره 16 و17 سنه، اكيد هو نضج اكثر، حس حاله انه هو لازم يكبر اسرع، ما يضله طفل صغير لانه ما في بي بالبيت، حسس حاله انه هو بيقدر يلعب هالدور. انت بتحس حالك اوقات هيك كانه مش خيون الكبير، كانه هيك بدك تلعب دور البي بالبيت مع اخواتك؟ تهتم فيهم وتحميهم، ما هيك؟ ومع والدتك بتحس انه الماما كانت هي البابا والماما بنفس الوقت؟ تسألها أشياء عن البابا أنت؟ أبداً؟ ما بتحب تحكي معها بالموضوع؟ أمي؟ ليش؟ تما أنت تتذكر أو تما تذكرها إلها؟ إذا ذكرتها بتصير تعيط، عشان هيك أنا ما بتذكرها. بتشوفها أوقات هي بتبكي لوحدها؟ كيف بتوسيها أنت إذا شفتها تعبانة وعم تعيط أو شيء؟ بجيب لها كاسة مي، بجيب لها حبوبها، الدواء. سمي لي هيك شخصين كثير أصحابك وبتحبهم كثير. كثير، واحد اسمه محمود ومحمد وحمزة زي اسمي. زي اسمك؟ آه. شو بتعملوا مع بعض؟ كيف بتمدوا وقتكم؟ بنلعب، نقعد نحكي. بتخبرهم اوقات اذا انت زعلان لانه انت بيك متوفي؟ لا، هم بتذكروا لحالهم هن. شو بيعملوا؟ بيقولوا لي انه ابوك الله يرحمه كان محترم، كان يصلي بالجامع، زي هيك. ومين بيدرسك؟ امي. بتساعدك بالتدريس؟ بتشتغل شيء ماما؟ لا، ما بتشتغل. ما بتشتغل برات البيت؟ بس بالبيت بتشتغل. اكيد. ماما قالت لنا شيء كثير كثير حلو انت بتقلها اياه، بدي اذكرك فيه. بتقلها اذا انا ما قدرت تعلمت لانه ابوي متوفي ويمكن ما يكون معك مصاري تعلميني، انا بدي اشتغل وعلم اخواتي. هيك بتقلها؟ ليش اجت على راسك هالفكره؟ انت بتحس حالك انه انت رجال البيت، مسؤول عن البيت؟ تحب اخواتك يتعلموا؟ بحب. وما عندك مشكلة انت تضحي وتشتغل وتعلمهم؟ ما عندك مشكلة ابدا؟ ابدا. حمزة حاسس حاله هو بي هالاخوة مش خيهم، وهذا شيء كثير صعب. يعني اكثر من مرة حسيت انه بدي اقول له انت مش البي، انت الخي، انت بحق لك تبكي وبحق لك تزعل وبحق لك تلعب. ما تفكر حالك انت رب البيت وانت الرجال المسؤول عن هالبيت. مين بتحب اكثر، عمر او هاشم؟ اثنين. اكثر شوي هاشم. هاشم لانه صغير؟ شو بتعمل له؟ شو بتجيب له؟ كيف تهتم فيه؟ بشتري له وبلعبه معي هو عمر. مين اكثر حدا بترتاح انك تخبره عن ابوك؟ امي. امك اكثر شيء بتقلها؟ بتحلم بنومك اوقات بتشوف ابوك بالمنام؟ ما بشوف. بتتذكر حمزه اخر قبل ما يتوفى البابا، بتتذكر وقتها كنت تروح لعنده على المستشفى
إذا قلت له شيء شي مرة أنا؟ إيه، أو هو قال لك شيء أو شو بتتذكر؟ أنا كنت أروح مع أمي عليها وكان يحكي لي لأمي دير بالك علي وعلى أخواني، كان يقول لها هيك؟ آه. هلأ إذا هو عم بيسمعك بالجنة شو بدك توعده؟ بوعدك إني أكيد أكون رجال وأدير بالي أمي وأخواني وأدرس منيح. أكيد هو سامعك ومبسوط فيك ومفتخر فيك، ونحن كمان. أنا كتير حبيتك. وصل الشعور بالمسؤولية مع حمزة إنه يحس حاله قادر يضحي حتى بمستقبله حتى بتعليمه، لأنه أمه ما بتشتغل، بس ممكن هو ما يتعلم بس بده يعلم أخواته، ممكن هو يشتغل شو ما كان بس لحتى ينجحوا أخواته. هيك هو يمكن بيكون عم بيفكر عم بيعود عليهم، أو حتى عم بيعود على الأم، عم بيحسسها بالراحة بالأمان، إنه أنا في حدك رجال، لو مات البابا في حدك رجال رح يهتم بأخواتي. مبسوط ومحمس تروح على بيروت؟ شو أول شي بدك تعمله ببيروت؟ شو عبالك تعمل أول شي؟ أروح على البحر. بحر؟ تحب؟ بعد شوي حمزة رح نعمل أنا وياك مسابقة معلومات عامة تنشوف قدي أنت شاطر بالمدرسة. ماشي. ماشي؟ حاضر؟ كيفك يا حمزة؟ الحمد لله. إن شاء الله. بأي صف أنت؟ صف خامس. وشاطر؟ المسابقة فيها 12 سؤال، 12 سؤال، بكل سؤال أنا رح أعطيك 3 احتمالات، يعني رح ساعدك بثلاث احتمالات، أنت بتقرر أي جواب هو الصح. أول سؤال هو بالعربي، بالقواعد، شاطر بالقواعد؟ أوكي. يا حمزة، ما هو نوع اللام في كلمة التفاح؟ اللام الشمسية أو اللام القمرية أو اللام النوعية؟ شمسية. شمسية؟ خلاص نعتمد الشمسية. سؤال رقم 2 رياضيات، تنشوف قدي شاطر يا حمزة. ما هو مجموع 120 زائد 135؟ بدك أعطيك احتمالات؟ أوكي. هل هو 120 زائد 135 255 265 275؟ 255. جواب نهائي. أوكي. سؤال رقم 3 من كم ساعة يتألف اليوم؟ 24. من دون احتمالات، ما بدك أعطيك احتمالات. 24، 36 أو 48؟ 24. 24. إصرار حمزة على أنه يثبت لنا قد هو ذكي وشاطر وبده يربح وما بيخاف من المسابقة أو من الفحص، أنه كان عم بيحاول مع أنه عارف أنه رح أعطيه السؤال ورح أعطيه مع الأجوبة 3 احتمالات، فبسؤالين 2 جاوب قبل ما أعطيه الاحتمالات. سؤال رقم 4 عندما يسقط الضوء على المرآة، إذا في مراية وإجا عليها ضوء مباشرة، عندما يسقط الضوء على المرآة فإنه، انتبه على الفعل هون، شو بيصير بالضوء؟ بنعكس. بدي أعطيك احتمالات، خليني يا عم شال حمزة. ينكسر، ينعكس، لا يحدث شيء. ينعكس. أوكي يا حمزة. ما كنت عارفة إنه عن جد رح يجاوب بسرعة إنه الضوء إذا واجه المراية ينعكس، هو الفعل الصحيح. سؤال رقم 5 ما هو جمع كنبة؟ كنيبات، كنوب، كنبات؟ كنوب. كنوب، جواب نهائي؟ أوكي. سؤال رقم 6 ما هي نتيجة 9 ضرب 9؟
9 ضرب 9. رح أعطيك احتمالات: 81، 91، 99. 81. 81 جواب نهائي يا حمزة. السؤال رقم 7 يا حمزة: ما هو اللون الطاغي على علم الصين؟ الأزرق، الأخضر، الأحمر. علم الصين الأحمر. جواب نهائي. سؤال رقم 8: ما اسم صغير الأسد، ابنه للأسد؟ شبل، سروال، يعسوب. شبل. شبل. جواب نهائي يا حمزة. سؤال رقم 9: ما هي الميدالية التي يحصل عليها الفائز في المرتبة الثانية في المسابقة الرياضية؟ الذهبية، الفضية، البرونزية. الفضية. الفضية. أكيد. سؤال رقم 10: ما هو أول شهر في السنة الهجرية؟ رجب، رمضان، محرم. 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 متأكد يا حمزة؟ سؤال رقم 11: كم يبلغ، كتير مهضوم هالسؤال، يلا أنا وياك بدنا نعدهم هلا. كم يبلغ عدد أيام الأسبوع التي لا يوجد في اسمها حرف الياء؟ رح أعطيك احتمالات بس. شو؟ طب يلا. 4 5 6. سبت، أحد، ثلاثة، أربعة، جمعة، جمعة. خمسة. خمسة. جواب نهائي يا حمزة. آخر سؤال: عند عمل دائرة كهربائية، بس بدي أعمل دائرة كهربائية، فإني أختار سلكاً من بلاستيك، نحاس، زجاج. نحاس. نحاس. حمزة كان أخذ مسابقة المعلومات بكتير جدية، وكان حاسس أنه هو بده يربح، وحاسس حاله كأنه نحن عم نختبره قديه هو شاطر وبده يثبت لنا هالشي. فعليمته كانت 11 على 12، يعني ممتاز. شكراً يا حمزة، خلصوا 12 سؤال. أنا مش هلأ رح أقلك إذا صح أو غلط، رح أعطيك الجواب الصحيح. قديش أنت جاوبت؟ ماشي. وين؟ ببيروت. ماشي. بس ننزل على بيروت. أنا كنت واثق من المسابقة وإني بدي أفوز، متأكد إني راح أفوز. تعرفنا على حمزة بمسابقة المعلومات العامة وشفناه قديه شاطر وعنده معلومات. في اشياء كتير بعد ما بنعرفها عنه، رح نتركه لوحده مع الكاميرا. مبين شيء هيك مبين. يلا انا جاهز. لون المفضل ازرق. الخميس بحبه، بضل العب. من العتمة بكونش حد معي، ما أضرب إخواني، ما أصيح عليهم، لأني أنا بحبهم كتير، بحبكم كتير. أكتر اسم بحبه هو محمد، عاسم صديق المفضل. حيوان المفضل هو النمر، ما بعرفش كيف بعمل. ايش يعني شخصية خيالية؟ سبايدر مان. اكثر اكلة بحبها هي المنسف، جوعتوني في منسف. سيارة على ريموت، ايوه زي هاي. اتمنى لرفقاتي السعادة.
العاده انها كل شيء اكون انا وامي واخواني مبسوطين، لانه من زمان ما كنت اعرف كيف يعني بموت وهيك، ما كنتش يعني عرفان واعيط وهالكلام. اوكي، ما كنت تعرفي كيف بيموت، وكنت تقولي وين راحوا وين هني هيك كل سافروا.